ست حليمة نعم ليه؟ إلي أخرك يا ست حليمة معلش والله بس المسافة طويلة يا ملي الست بتاعتي حلنا جات ما فيش دخل ده بتاعت شوية بسمة أيوة يما الست بتاعتي حلنا جات تعالي يا ست حليمة أنت بقى مستنيها من الصبح يلا يا بنات معلش كده اطلعوا شويه لحد ما الست بتاعت الحنه تشوف شغلها هتلاقي يا حبيبتي طب لا سيبني في حته دلوقتي تعمل لها واحنا هنا يعني يلا يا بنت اطلعي بقى في حته سكسكو يا اختي ما اللي عندها عندنا قومي يا ملزقه قومي قومي انتوا خليتوا الاوضه كلها سجاير كده هي شاربه سجاير مبهدله دي هي برضو يا منى قومي اعملي لها اعفن حاجه عندك اعفن حاجه تتعمل لها احسن حاجه دي ليك يا بنتي خلاص هتموت على السيكو سيكو بلاش انتي بلاش انتي بلاش انتي تعملي هنا هنا هو والله حتى لو ما تعملي هنا برضه وانت كل يوم هناك فحتى النهارده كمان اطلعي يا منزقه